سيوروبون، مرحبا بكم في قناتي. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. بعد 16 سنة، ها هو داي سونغ عضو فرقة بيغ بانغ يترك وكالة YG رسميا. أتى هذا الخبر بعد ساعات فقط من سماعنا لخبر انتقال تاي يانغ إلى وكالة The Black Label، على الرغم من أن وكالة YG الترفيهية قد صرحت في وقت سابق من يوم 26 ديسمبر أنها ما تزال تناقش احتمالية تجديد عقدي داي سونغ وجي دراغون. لكن بعد تصريحها الأول، ها هي الوكالة تعلن في نفس اليوم أن داي سونغ قرر عدم تجديد عقده معهم وأنه يسعى لبدء طريق جديد. وعلى الرغم من خروجه، إلا أن وكالة YG تؤكد مجددا أنه ما يزال عضوا في فرقة بيغ بانغ وأنهم سيكونون داعمين له دائما ومنفتحين لأي تعاون مستقبلي معه. أما بخصوص جي دراغون، فصرحت الوكالة أنها ما تزال تناقش معه موضوع تجديد عقده. أما العضو توب فقد ترك وكالة YG الترفيهية في وقت سابق من هذه السنة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيوايغاسيو كومسامنيدا.